مو غريبة عليكم الاستقبال. الله يحفظكم إن شاء الله. أولاً سامحوني أعتذر لكم على اللي حصل تأجيل الحفلة، كانت وعكة صحية والحمد لله بدعوات الوالدة والحبايب الحمد لله عدت على خير. كل عام وكل أم بخير. ألف ألف شكر. كل عام وأمي وأمكم وأم الجميع بخير في هاليوم. وأنا أقول اللي جنب أمه سواء في الصالة أو المشاهدين يقوم يبوسه. لا قوم الكرسي روح. ونقول مقطع إهداء لأمهاتنا. شكرا يا نبع الحب يغلى الحبايب يا امي اول كلمه في لساني يا فرحتي من بد كل القرايب لو غابوا كل احبابي قربك كفاني. شكرا يا نبع الحب يغلى الحبايب يا أمي أول كلمة في لساني يا فرحتي من بد كل القرايب لو غابوا كل أحبابي قربك كفاني انتي غلاي اللي بهل القلب ذايب قليل في حقك شعوري وحناني يا شمعتي ان كنت حاضر وغايب حبك ملا قلبي ونورك ملاني حبك ملا قلبي ونورك ملاني. أضم صدرك وانسى كل النوايا وارضاك عني هو هدية زماني. أمي يا نبع الخير يغلى الحبايب حبك يفوق الوصف وكل المعاني انتي غلاي اللي بهل قلبي ذايب قليل في حقك شعوري وحناني يا شمعتي ان كنت حاضر وغايب حبك ملا قلبي ونورك ملاني حبك ملا قلبي ونورك ملاني. الف شكر. الله يحفظ لنا امهاتنا يا رب.